الزر ده قال مشتهي له ومفروكه. شنو؟ مفروكه. مفروكه؟ نعم. وانا اعمل لك مفروكه كيف؟ انا حصل مره عملت مفروكه؟ يا سحر، ده زول مثقف، زول بيفهم في الرياضه، بيفهم في الفن، في يا أخي. لازم تكرميه بمفروكه. طيب انا بعد خلاص وصلت الحد. ليه يا اخ؟ ليه معذبني كده؟ ليه تراث ورجعتوا لنا حياه قديمه؟ انا ما عندي بها علاقه، انا ما عندي زمن، انا عندي قضايا شغاله فيها يا اخي. يا اخي زول ده عذبنا عذاب يا اخي، بيسوق في الشارع يا اخي، يا بيسوق في الشجره. لازم ده زول يا اخي، قلت لك انا زول مثقف، زول في الرياضه، زول في الفن، زول يعني ياخذ راحته. ياخذ راحته يشخر لنا بالليل يا اخي. ما قدرت انوم انا يا اخي، ما نمت كله. معلش 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 يا اخي، ده زول يا اخي، انا سعيد جدا معه، ساعدني سعاده ما بعدها سعاده يا اخي. بياكل في الوطن؟ ده بياكل في الوطن؟ يفرش الوطن؟ تواضع، تواضع، ده يعني حتى يا اخي ما تواضع، ده انحطاط. انحطاط ده. انا ما بسمح لي نفسي في بيت. انا بديته بنفسي، صلحت فيه تواضع، تعمل لي حركات وضعيه زي لا 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 بالعكس لازم يا اخي. ما ده قلت لك زول انا جاني من السماء، زول زي ده عادي تاريخ. خليك جاهز يا تخيل يا ابو سيد، عليك الله. شوف الناس دي، قلت لي ما بعرفوه، ما بعرفوني. الله يا اي، قول ما يعرفوا. طيب لك انا ما بعرفوا عصفور صوت الجرس. عليك الله. شوف لحد الناس والله يعني حاجه غريبه، يعني الواحد كده لا يذكروك في الكوره، لا يذكروك في غنى، دين ما حضروا الغنى السبع. ايوه يا خالي، خلي جنتك دي بتتنسي، جنتك في 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 صدر المحافل بتتنسي. ها يا اخي الحته دي والاسد بالقيد يا نعاتي، ولا اسد بالقيد يا نعاتي، يا عارف ما لفؤادي وغير مكحول صبي المدينة. لا بس سعر، ادينا حاجة ندق بيها. شنو؟ ندق بيها. أنا صليني يلا بسيط، يلا يا جوهر صدر المحافل، يا جوهر صدر المحافل، روحي معاك للطبيعه. يا سيدي صدر المحافل. لا 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 عرفوني ولا تعرفوني. انت عارف ما عندنا، لا ما عندنا حفلة. معقول يعني يكون عندنا حفلة وما اعزمك؟ لا لا ها؟ ناس التراث؟ لا دي ما ناس التراث. والله معلش معلش، انا عارفه انه في ازعاج حبه، لكن ان شاء الله الحياه دي كلها بتنتهي، بس ما في حاجه، في حاجه بسيطه كده بس وبتخلص. عندنا مناسبه بسيطه خاصه باخوي ماضي. معقول يا سميرة؟ معلش عليك، راح تزبين لجوزك يعني، قول له معلش للازعاج، بس عندي يوم ان شاء الله. اوكي شكرا يا سميرة، كلمي سعديه برضه لان جبت منها بسكول. الله يخليك يا رب. احرموني ولا تحرموني، سنة الاسلام السلام. احرموني ولا تحرموني، سنة الاسلام. لا يا نجات، صوت الغنى ده بري ما عنده، انا زي ما سامعه غنى قديمة هاي سامعه، لكن بري ما عندنا. لا طيب نايم. عندي حياه شغاله فيها، انا ما فاضيه، لكن والله ازعاج فعلا 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 ازعاج شديد. انا ما اعرف الصوت ده يعرفوا جاي من وين ويمشي يكلموه. يا زول انت ما تطلعي، انا كده مشي اشوف الحاصل شنو. تمام اي خليك محلك. يا سلام يا اخي، يا الله يا اخي، انا يا ده بتنسي وفي التبكر اصبح وامسي، ايضا تذكر نجوى همسي، وحياتي اجمع برمسي، ما هبتك يا ليلة تمسي، يا ليلة تمسي، يا ليلة تمسي،
حفلت وامتى اجرى جوزي انت وين يا بدر التمام. سعد سعد كتر المفروكة جايين لنا ناس كتار، سليمان ولا مين واحمد وعبد الغني ويوسف والباشا وسليمان وده كله حيجوا كتر المفروقه كويس. الو سعادتك سليمان ازيك؟ معاك المحاميه سعد ابراهيم، ذكرتني؟ سعادتك دارك في خدمه، بس عندكم حراسه فاضيه؟ لا جاي انا دي ابيت فيها يومين.